هواة خرافة نهاية العالم التي توقعها اليوم الجمعة تجمعوا في العديد من بقاع الأرض لمتابعة مشاهد إخراج الأرض أثقالها وإشراق الشمس من الغرب أو حتى انفجارها، لكن لا شيء من كل هذا حدث. بلدة بوغراش العتيقة في فرنسا شهدت إقبال هؤلاء الفضوليين الذين حولوا الحدث إلى طقوس للتسلية والترويح عن الذات عندما غابت المخلوقات الغريبة التي توقعوا مجيئها. جئنا بحثا عن الترفيه والتسلية ولنوفر لكم موضوعا للتغطية الإعلامية لأننا لاحظنا أنكم تشعرون بالملل. خرافة نهاية العالم نجحت في استقدام المئات إلى بلدة شيرينجي في تركيا التي يعتقد أن سفينة نوح أنهت رحلتها التي أنقذت البشرية من الطوفان والفناء على قمم أحد جبالها. هنا أيضا لم يحدث شيء. الذي حدث هو بالذات ما تصورناه. جئنا إلى هنا بدفع من الفضول، استمتعنا بأجواء مارحة والآن نعود إلى بيوتنا. عدد الفضوليين كان أكبر في منطقة ستونهنج في إنجلترا يوم الجمعة، وحولوا نهاية العالم التي توقعتها تقاليد حضارة المايا في أمريكا الجنوبية في 21 من ديسمبر كانون الأول من هذا العام إلى حفل صاخب للترويح عن الذات في انتظار نهاية العالم الحقيقية.